احنا في المداخلة اللي معانا دلوقتي، المداخلة الكريمة، عندنا أسئلة محددة جدا عن مصير ما حدث وعن ماذا سيحدث في المرحلة القادمة. بينضم إلينا عبر زوم دكتور علي عبد المحسن، عميد معهد الاقتصاد الزراعي. صباح الخير على حضرتك صباح الفل يا فندم، أهلا بسيادتك. دكتور. الموضوع واضح جدا كده لينا إنه كبير، لكن تمام. الأرقام قد توضح أكتر. يعني ممكن حضرتك تقول لنا من 2011 لحد 2020 حجم التعديات على الأراضي الزراعية وصل لقد إيه؟ تمام. في الحقيقة احنا حجم التعديات على الأراضي الزراعية في مصر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن حوالي 1,900,000 حالة تعدي، دي على مساحة حوالي 85,000 فدان من أخصب الأراضي الزراعية على مستوى جمهورية مصر العربية. حضرتك لما بتتكلم عن أخصب الأراضي الزراعية، يعني بتتكلم عن منطقة مثلا الدلتا، طبعا مناطق من الصعيد، إيه أكتر الأماكن اللي فيها تعديات؟ أكثر الأماكن اللي فيها تعديات بصفة عامة محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والمحافظات اللي بتواجه البحر بصفة عامة، يعني فيها الجزء الأكبر من التعديات على الأراضي الزراعية. طيب احنا كنا لسه حالا بنقول احنا محتاجين نفهم اللي حصل ده ضرنا ازاي. يعني قد يبدو بالنسبة لبعض الناس اللي يشوفها كده من السطح يقول ده راجل دي ارضه وهو اختار انه يستخدمها يا في الزراعة يا في البناء. هل هي بالبساطة دي والسذاجة دي، ولا الموضوع ليه بعد تاني؟ لا طبعا الموضوع له ابعاد كتيره جدا، خسائر اقتصاديه واجتماعيه وبيئيه. ولو سياده بصينا لحجم التعديات على الاراضي الزراعيه خلال ال 40 سنه الاخيره من 1980 حتى الان، عندنا وصل حوالي 400,000 فدان، ده بنتيجه كل اشكال التعدي على الاراضي الزراعيه، سواء بناء المواطنين او مشروعات النفع العام زي الطرق والمدارس والمستشفيات، و دخول برضك جزء كبير من الاراضي الزراعيه دخل كربون المباني في القرى، فديت مساحات كبيره كده حجمها حوالي 400,000. 400,000 فدان 400,000 ده رقم مرعب، لان احنا طبعا لما مرعب. بنتكلم على مشروع المليون فدان بنتكلم على حلم، فاحنا تقريبا بنقول طبعا. نص القيمة دي راحت مننا في السنوات اللي فاتت. وسيادتك كان عشان اعوض ال 400,000 فدان دولت عاوز يعني على الاقل كده 1,000,000 فدان في الاراضي الجديده عشان اعوض ال 400,000 فدان دولت، ومش هيوصلوا لنفس درجة الإنتاجية اللي بيها الأراضي الخصبة القديمة اللي اللي أصلا معدة للزراعة. الخصبة، وده هيكلفنا حوالي 50 مليار جنيه، واخد بالك سيادتك، عشان بس أعوض الفرد ده باستصلاح أراضي جديدة. لو بصينا بقى للخسائر اللي احنا مصر خسرتها نتيجة فقد ال 400,000 فدان دول، لو احنا نعتبر ان 400,000 فدان دول كنت هزرعهم بس يعني في الموسم الشتوي قمح، في الموسم الصيفي ذرة شامية، فلاقيني فقط بفقد سنويا أكثر من 1,080,000 طن و80,000 طن من محصول القمح، دول قيمتهم أكثر حوالي 6.5 مليار جنيه. لو بصينا في الموسم الصيفي هتلاقيني بخسر أو خسرت يعني حوالي 1.3 مليون طن ذرة شامية، قيمتهم حوالي 5 مليار جنيه، يعني أنا بحقق خسائر سنوية نتيجة الفقد في الأرض الزراعية دي أكثر من 11 مليار جنيه سنويا. سيادتك لو أنا هذه المساحة زرعتها بمحصول الفول البلدي ومحصول العدس اللي احنا بنعاني فيهم من عدس كبير وبنستوردهم، يعني الغالبيه العظمى بنستوردها من الخارج، ممكن نحقق الاكتفاء الذاتي من الفول البلدي والعدس ونوفر النقد الاجنبي اللي بيتم دفعه للاستيراد من الخارج. لو بصينا سياده ايضا هنلاقي ان احنا دلوقتي عدد السكان حوالي 100 مليون نسمه، ومساحه الارض الزراعيه حوالي 9.4 مليون 9.4 مليون نسمه، يعني فدان اسف، يعني كل 10 افراد او 11 فرد لهم فدان ارض زراعيه. فاحنا كده حرمنا اكثر من 4 مليون نسمه من احتياجاتهم الغذائيه نتيجه التعدي على هذه الاراضي الزراعيه. مش كده بس، وده اتفضل. طبعا يا دكتور يعني ده بيأكد فكرة، لما بنقول أمن غذائي بنطلق على فكرة تدبير احتياجات البلد الغذائية إنها أمن، لأن هي حقيقي مسألة أمن قومي. طبعا. أنا سؤالي لحضرتك عن، طيب واضح كده ان الدولة خلاص تغيرت وجهادها ناحية الموضوع ده ولن تعود مرة تانية، فخلاص بقى في إجراء حاسم. سؤالنا عن اللي فات، الأراضي اللي اتبورت واتبورت عمدا، دي جريمة يعني اعتقد انها لازم يعاقب عليها كل من قام بها، لكن اللي حصل ده لا يمكن استرجاعه؟
هو حضرتك يعني هيبقى في صعوبة إن هي ترجع يعني تزرع بنفس الجودة اللي كانت موجودة بيها قبل كده، واخد بال حضرتك؟ لأن خلاص بقى في خرسانات في الأرض وفي حاجات زي يعني هتبقى فيها صعوبة إن إحنا نحولها تاني لأراضي زراعي. زراعية، واخد بالك أنت؟ لكن إحنا يعني مش معنى كده إن إحنا نسيب الناس تبني على الأراضي الزراعية. إحنا لو بصينا هنلاقي إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن فيها كيانات يعني لها دور كبير في حد من التعديلات على الأراضي الزراعية. إحنا عندنا إدارة مركزية خاصة بحماية الأراضي الزراعية، عندنا استراتيجية مصر الزراعية 2030 والخطط التنمية الزراعية حتى 2030 بتهدف للحد من التعديات على الأراضي الزراعية. التشريعات الزراعية أيضا تم تحديثها وتعديلها بحيث تكون رادعة. إحنا يعني في الوقت الحالي عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية حبس مدى كله عن سنتين وغرامة مش أقل من 100,000 جنيه، بتوصل حتى 5 مليون جنيه عشان نحد من التعديات على الأراضي الزراعية في الفترة القادمة. طيب أنا سؤالي يا دكتور علي كمان عن فكرة، حضرتك اتكلمت عن التشريعات، هي التشريعات اللي كانت محتاجة تعديل ولا تطبيق هذه القوانين؟ وسؤالنا تحديدا إيه اللي ممكن يحصل في الفترة القادمة، وده يبقى كنوع من التمهيد للي لسه بيفكر إنه يعني مقبل على تعدي ما على أراضي زراعية. تمام. هو سيادتك التشريعات موجوده من زمان لكنها كانت غير رادعه، كانت العقوبات بتاعتها منخفضه وقليله، ومن ناحيه ثانيه ما كانش في تطبيق لهذه التشريعات نتيجه لاعتبارات سياسيه في الماضي. يعني كان بيبقى بيسيبوا يعني الناس تتعدى على الاراضي الزراعيه وتيجي قبل الانتخابات الرئاسيه او انتخابات مجلس النواب يتم ازاله يعني الغاء هذه الغرامات وهذه المخالفات، فكانت الناس بتبالغ وتبني على الاراضي الزراعيه على اساس ان القوانين يعني ما مش مفعله. بتطبقش. لكن في الوقت الحالي فيه يعني فيه جديه ان احنا نمنع من او نحد من التعديات على الاراضي الزراعيه ونمنعها نهائي بحيث ان احنا نحافظ على حق الاجيال القادمه في الحياه وفي وعيشه كريمه ونوفر لهم احتياجاتهم من الغذاء والكساء من الاراضي الزراعيه. يعني انت حضرتك لما الواحد فينا بيامن مستقبل اولاد، ولازم برضك اامن مستقبل اولادي ومستقبل الشعب المصري وامن احتياجاتهم من الغذاء تيجي ان احافظ على الاراضي الزراعيه بتاعتي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي عبد المحسن عميد معهد الاقتصاد الزراعي.